عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقرة دي هنتكلم عن نشاطات ملحوظة. الحقيقة عايزين نكلمكم عن إن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من الاتحادات اللي فعلا ليها نشاطات كتير في الفترة الأخيرة، وكمان حققت إنجازات كتيرة في الفترة الأخيرة، يمكن يعني من أواخر هذه الإنجازات بطولة السباحة بالزعانف. هنتعرف على كل التفاصيل دي مع كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. صباح الفل يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا كابتن سامح. أهلا بيك. ممكن في البداية عشان برضو نبدأ الموضوع من أوله ونشرح بالظبط عن يعني الاتحاد وبيضم إيه وتأسس تقريبا إمتى؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تأسس عام 83. يمكن بداية تأسيس الاتحاد كان له نشاط سياسي شوية على أساس الإشراف على مراكز الغوص في مصر بعد ما استرددنا سيناء. وكان مكون من كلهم ضباط قوات بحرية ومن الشرطة ومن الإنقاذ الناري، كان بالتحديد عشان قصة مراكز الغوص. ثم بدأنا اشتركنا في الاتحاد الدولي وعرفنا ان في رياضات بيمارسها كل دول العالم، واشهرها طبعا السباحه بالزعانف، وفي التوجيه بالبوصله، وفي التصوير تحت المايه، وفي الهوكي تحت المايه، في الركبي تحت المايه، في حاجات كتير. يعني انا واحد ما كنتش اعرف ان الموضوع للدرجه. انا حتى كنت متخيل انه مثلا ايه، انه تابع بشكل ما الاتحاد المصري للسباحه، لكن لا، كلام حضرتك انه اتحاد مستقل بذاته. اتحاد مستقل، الاتحاد الدولي مقره في روما في ايطاليا. الاتحاد الدولي للرياضات التحت مائيه، كونفدريشن مونديال. هو التصوير تحت المايه بيعد رياضه؟ رياضه وله بطولات عالم كمان. على فكره احنا نظمنا بطوله عالم التصوير تحت المايه في عام 92، وكانت بطوله كبيره جدا في شرم الشيخ، وكانت يعني جذبت العديد. وقريبا جدا احنا تقدمنا الملف ان احنا ننظم بطوله تصوير تحت المايه باذن الله. هتبقى 25 كم 24 هتبقى بطوله عربيه. افكار بتيجي ازاي دي؟ هي على فكره هو يمكن التصوير لو كلمنا بقى يعني احنا كمان عندنا كنوز تحت المايه بالظبط طبعا كتير، ورأس محمد من احسن مقاصد الغوص على مستوى العالم. طبعا مصر، شرم الشيخ، غردقه، مرسى علم، اماكن كتيره جدا. وهو ده اللي احنا بنقول ان السياحه الرياضيه تقدر تجذب العديد من السياح اللي يقدروا يجوا مصر. ولو قلنا بقى السياحه بالنسبه لمصر او سياحه الغوص بقت نمره واحد، ما بقتش اثار، ما بقتش اي سياحه، هي سياحه الغوص النهارده اللي بتدخل تقريبا 70% من الدخل القومي لمصر جاي من سياحه الغوص. فاهتمامنا احنا كمان كاتحاد مصر للغوص والانقاذ بالرياضات اللي هي بتجذب سائح الغوص هيبقى فيها ان شاء الله ليها مردود كبير للعوام القادمه باذن الله. جميل، رائع جدا. طيب وعدد المشاركين وعدد الابطال بتوعنا، ومن يعني رجال ولا سيدات، ناشئين، خلينا نتكلم. عندنا كل الاعمار السنيه بدايه من احنا تقريبا زي السباحه، يمكن انا اصلا سباح قديم يعني وعائلتي كلها سباحين، انما انا بتكلم على الاعمار السنيه. انا من اسكندريه بالظبط كده، ووالدي نبيل الشاذلي بطل منين في اسكندريه، احنا بلدياتك الشاذلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. طبعا يمكن اعمار السنيه في الاتحاد احنا اول عندنا يمكن اكتر من مقيد من اكتر 40,000 سباح وسباحه عندنا. عندنا اعمار سنيه من 11 سنه الى مرحله العمومي تقريبا 7-8 مراحل سنيه. السباحه بالزعانف تقريبا قريبه من السباحه العاديه، فيها برضو مسابقات في حمام السباحه ومسابقات في البحر. لو قلنا حمام السباحه نفس المسابقات في 50 و100 و200 و400 و800 و1500 وتتابعات. طبعا اولاد وبنات. عندنا مسابقات زياده كده تحت الميه في 50 متر بتقام من غير نفس خالص، السباح بينزل ستارت يقوم ال 50 متر تحت الميه، كل ده طبعا بالزمن. وفي مسابقات بالتانك الصغير او الاسطوانه الهواء. أيوة. بتبقى اسطوانه صغيره في 100 متر وفي 400. المسابقات شيقه. احنا بنقول ان الزعانف بالنسبه لنا في نوعين من الزعانف، اللي هي الزعانف المونو اللي هي الزعانف الاحاديه اللي هي بيعوم بيها بوسط الدولفين او الفراشه بالظبط زي سباحه الفراشه وما فيهاش استخدام ايد خالص، والزعانف المزدوجه اللي هي البي فينز العاديه. ونقول الزعانف بقى هي كمان بنقول عليها فورمولا الميه، يعني لانها سرعتها كبيره جدا. لو قلنا بطل مصر في السباحه العاديه يعني السباحه وبطل العالم، رقم العالم في ال 100 متر مثلا 47 ثانيه، رقم العالم في السباحه النهارده الزعانف المونو 33 ثانيه. الزعانف المونو دي اعتقد ان اول ارهاصات شفناها ليها كان في مسلسل زمان، مش عارف حضرتك تفتكره ولا لا، مسلسل امريكاني كان اسمه مان فروم اتلانتس. بالظبط. كان البطل اسمه مارك هاريس لو انا مش غلطان يعني. لا هو صح. كان بيعوم بطريقه معينه، دي تعتبر اول مره نشوف حد عموما بيعوم بالطريقه دي. بالظبط كده. يعني ويمكن اللوجو بتاع الاتحاد الدولي برضو نابع من الميرميد او عروسه البحر. أوكي. نفس الكلام، هو ده لوجو الاتحاد الدولي. فبالتالي هي لعبه شيقه جدا. على ذكر ان احنا اسكندرانيه والمدن الساحليه، وحضرتك طبعا سيدي العارفين،
بشكل غير احترافي هتلاقي كتير من مواطني وسكان المدن الساحلية ليهم قوي في موضوع الغوص بشكل يعني هواية، لكن ممكن جدا لو اتظبطت الأمور يبقوا محترفين في وقت من الأوقات. وفعلا العديد من العاملين في مجال الغوص في مصر سواء في الغردقة أو شرم الشيخ من اسكندرية أو المدن الساحلية بالتحديد، لأن طبعا بيتعلم سباحة وبيتعلم غوص وبيتعلم ينزل يصطاد، فبالتالي هو عنده الملكة دي. إنما طبعا قصة الرياضة قصة تانية، إن ده غوص ترفيهي نقول عليه غوص ترفيهي، إنما الرياضة طبعا ليها رونق وليها يعني حاجة جميلة بالنسبة لينا إحنا كاتحاد. يمكن إحنا يعني الحمد لله تفوقنا في الجزئية دي، وبقى تصنيفنا من أحسن 3 دول على مستوى العالم. وبطولة العالم الأخيرة اللي إحنا بنتكلم عليها لو بدأنا الحكاية بتاعتها، هي بطولة العالم 18 للسباحة بالزعانف. يمكن إحنا كمصر نظمنا بطولة العالم رقم 16، كانت في شرم الشيخ في عام 2019، وكان من الصعوبة جدا إن إحنا نقدر إن إحنا نحصل على شرف تنظيم بطولة بعديها بسنتين أو النسخة 18. اتقدمنا بملف قوي جدا، الدولة ساعدتنا، وزارة الشباب والرياضة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورانا على طول، عملنا ملف جميل عشان نستضيف البطولة في القاهرة. وقد كان تفكيرنا نعمل البطولة في حمام سباحة آخر، إنما وقع الاختيار على حمام السباحة استاد القاهرة. واللي عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني كان تحدي بالنسبة لنا إن احنا نعمل عملية تجميل في حمام السباحة استاد القاهرة. هو آخر عملية تجميل كانت ليه أو صيانة كانت إمتى؟ بص حضرتك، هو من زمان يمكن الحمام السباحة لم يتم أي أعمال فيه. من الثمانينات؟ لا مش من الثمانينات أوي، لأن طبعا في بطولات بتتعمل فيه، وإحنا بطولاتنا أو اتحاد السباحة أو اتحاد الخماسي الاتحاد كلها بتعمل فيه، إنما كان لازم عشان نستضيف بطولة عالم فيها 38 دولة شكلنا كشكل مصر يبقى بالظبط يبقى الشكل كويس. الوزارة ما تأخرتش، هيئة استاد القاهرة ما تأخرتش معانا. حمام الاستاد فعلا حاز على اعجاب كل دول العالم اللي شاركت. نقول بقى احنا هننظم حاجه كويسه، طب والمنتخب مصر يعني هنقف نتفرج على الناس وهي بتطلع تستلم الميداليات والسلام الوطني بتاع مصر ما يعزفش. كان لازم نعمل اعداد لمنتخب مصر، بدانا من بعيد شويه، ويعني وقع كده اختيارنا على اكتر من 30 سباح وسباحه، صفناهم وعملنا معسكر مغلق. النتيجه بتتكلم عن نفسها، 14 ميداليه، 4 ذهب و4 فضه و6 برونز، ترتيبنا الثالث على مستوى ال 38 دوله. السلام الوطني تعزف 4 مرات، وده كان بالنسبه لي احلى حاجه. الدوله موجوده، معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، المهندس هشام حطب كانوا موجودين معانا قبل رئيس الاتحاد الدولي، حضروا الافتتاح وكانوا موجودين في البطوله ووزعوا ميداليات. يبقى اذن الدوله ما بتتاخرش كمان عن انها تبقى موجوده في البطولات العالم اللي بتقام في مصر. قوام المنتخب المصري ده يعني جاي من اللاعبين ولاعبات او سباحين وسباحات بيلعبوا بشكل نظامي في انديه مختلفه، صح؟ بطوله كاس مصر، احنا بنعمل بطولتين في السنه، كاس مصر وبطوله الجمهوريه. سواء اي بطوله بنحاول نختار منهم، لو كانت بطوله بعيده عن البطولات بتاعتنا بنعملها تصفيات. وقد كان عندنا كاس مصر في شهر 3، اخترنا منه الولاد والبنات اللي هم الابطال، اللي انا بقول عليهم ابطال. اللي هم وقع عليهم الاختيار، وكان الموضوع بقى داخلين على شهر رمضان، طب هنعمل ايه رمضان والدراسه. بدانا في رمضان كل ويك اند، خميس جمعه سبت، ان احنا نعمل تجمع لل 30 ولد والبنت اللي احنا اخترناهم. تقريبا التدريب كان بشكل منتظم. امتحاناتنا والدراسه في مصر صعبه جدا للرياضيين. استنينا ما الامتحانات خلصت وبدانا 20/5 معسكر مغلق في مدينة القاهرة، في طبعا في أحد دار القوات المسلحة، وكانت حاجة جميلة جدا فعلا. كمان وزارة الدفاع مشكورة بتساعد الاتحادات الرياضية. الوزارة الشباب والرياضة ما تأخرتش علينا في أي دعم، لأن طبعا معسكر مغلق بياخد وقت كبير، بياخد مبالغ كبيرة، فبالتالي كان في دعم من الوزارة. يعني الاتحاد اللي بعيش حركة، عشان ما شاء الله يعني معلومات كتيرة وبتسترسل، فأنا ببقى عايزة بس أسأل كام حاجة. يعني نفهم من كلام حضرتك ان وزاره الشباب هي اللي متكفله بالاتحاد بشكل كامل، ولا الاتحاد ليه برضو مدخولات اخرى؟ وفي نفس الوقت هل الابطال بتوعنا بيبقى في جزء منهم بيتحملوه هم في سواء في المعسكرات او في السفريات او في المشاركات الدوليه، ولا الموضوع على الاتحاد؟ يعني خلينا نفهم، خلينا نتكلم بقى بشكل كده. كل اتحاد له ميزانيه اكيد الوزاره بتخصصها له. لو في بطولات عالم او بطولات خارجيه، الوزاره هي متحمله كل الكلام دوت، عشان في بعض الكلام بيقال كلام مش صح.
الوزاره بتتحمل كل تكاليف مش في كل الاتحادات برضه والله الاتحادات اللي بتعمل نتيجه ما انا مش هصرف على اتحاد ما بيعملش نتيجه اكيد يعني الوزاره عندها خطه وعارفه الاتحادات اللي بتعمل ايه بتطلع بره بتجيب نتائج ايه اسم مصر كبير قوي فيطلع بره اعمل حاجه يا اما ملهاش لازمه بالتالي كمان حضرتك المعسكرات كلها الولاد طبعا ما بيدفعوش حاجه الولاد من 20 5 معسكر مغرق وزاره الشباب والرياضه متحمله تحمل كامل تكاليف المعسكر كله احنا عارفين ان في لائحه كمان مكافئات طب ما في لائحه مكافئات بعد البطولات لو في مركز اول ثاني ثالث رابع لهم ميداليات وليهم مكافئات في وزاره الشباب والرياضه تقريبا انا كان توصل قد ايه تقريبا المكافئات اللي بص حضرتك انا كان عندي يمكن بطوله عالم العام الماضي في السباحه بالزعانف وجبنا 16 ميداليه كنا في ايطاليا وكانت بطوله عالم مسافات طويله سباحه بالزعانف برضو انا عايز اقول اجمالي المكافئات كانت اكتر من 800,000 جنيه كل ولد وبنت تقريبا على حسب لان هي لائحه مكافئات أيوة. اللي خد 120 واللي خد 130 اللي خد 70 80 يعني. صافي كامل على فكره اللي احنا بنقول الظروف الصعبه اللي بتمر بيها العالم كله انما اللائحه عندنا بتطبق دعم الوزاره لا يتوقف انا مش بقول الكلام ده عشان انا الارقام كمان انها معقوله يعني في يعني المنطق متحقق فيها يعني. حضرتك احنا لو احنا مش لعبه اولمبيه لو لعبه اولمبيه بتتكلم في المليون يعني ده فعلا دي حقيقه ما انا نفسي افهم ليه فعلا يعني ليه الموضوع مش اولمبي ليه احنا لسه احنا لعبتنا مش اولمبي بقى هنتكلم في جزئيه مهمه جدا هل في امل اصلا احنا البطوله العالم دي اللجنه الاولمبيه الدوليه طبعا وافقت على مشاركه الرياضيين الروس على روسيا مصنفه رقم واحد في السباحه بالزعانف على مستوى العالم وافق ان هم يشاركوا ما يشاركوش باسم روسيا باسم الاتحاد الدولي للغوص او سيماس 1 ما فيش سلام وطني ما فيش علم روسيا فروسيا كانت موجوده ده مراعاه للرياضيين تعرف حضرتك الحرب روسيا اوكرانيا الموضوع كان مؤثر على مشاركه روسيا كان ممنوعه مشاركه نهائيا يمكن احنا اول في اتحاد كتير في الغرب ليها موقف موقف بالظبط وبالتالي اوكرانيا ما جاتش البطوله بتاعتنا واوكرانيا احد المصنفين التحايل ده هيعدي على هو مش موضوع تحايل ما هو هيشاركوا في الدار الاولمبيه برضو باسم الاولمبيك جيمز يعني مش هيشاركوا باسم روسيا ولا علم ولا سلام فبالتالي انا بشارك كرياضي مجهودي انا كرياضي على الرغم كده استاذ كريم مثلا التتابعات عشان هتتكتب باسم تيم رشا فبالتالي مفيش تتابع هو انديفيديوال السباح فردي محجمين وجود بالظبط يعني. حضرتك سالتي على ليه مش لعبه اولمبيه لان طبعا روسيا وحرب روسيا وامريكا في الميداليات الاولمبيه اوكرانيا في بطولات العالم روسيا وامريكا والصين هم بيتنافسوا على المركز الاول والثاني والثالث روسيا هتجيب في السباحه بالزعانف اكتر من 40 50 ميداليه هيقلل من امريكا بعيد خالص في المنافسه في السباحه بالزعانف هو ده اللي احنا تعبنا احنا غريبه قوي على امريكا مع ان امريكا اي حاجه ليها علاقه بالميه عموما فهم متفوقين فيها وليه السكواش مش موجود اولمبي لسه كنت هقول لك واكيد السكواش عشان مصر نمره واحد في العالم هناخد ميداليات فيهم هم امريكا وروسيا بعيد فبالتالي الموضوع سياسي بالظبط كده لغايه لما ننظم احنا يعني نتمنى في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله يحدث رغم ان ناس كتيره مقلله من الموضوع ده او بتتريق او بتسخر تقول لك تعملوا اولمبيات ايه وتستضيفوا اولمبيات ايه يعني دايما في نبره اللي هو كنا بنسمعها زمان كمان على البطولات العالميه العاديه اللي مصر دلوقتي تقريبا بمعدل كل اسبوع بتستضيفها بس زمان ما كانش فيه ثقه في ده فدلوقتي كلام كده ساخر شويه يقول لك اولمبيات ايه اللي انتوا عايزين تستضيفوها مش عارفه ليه النبره دي واكيد حضرتك سمعت حاجه زي كده برضه طبعا الكلام ده بيتقال للناس اللي هي مش شايفه ومش مش واخده بالها ايه اللي بيتم في مصر احنا عندنا منشآت رياضيه بس هي كيفه تكسب احباط طبعا احنا عندنا منشآت رياضيه تقريبا موجوده في مصر نقدر ننظم مش دوره اولمبيه احنا ندور اكتر من دوره اولمبيه لو رحنا المدينه الرياضيه اللي في العاصمه الاداريه الجديده حاجه فوق الوصف كل الالعاب ممكن تنظم في هذا المكان الاوتيلات والفنادق حوالين المدينه الرياضيه فيها ما يفيد السباحين والسباحين التابعين للاتحاد عند حضرتك المدينه الرياضيه الجديده في العاصمه في حمام سباحه حضرتك هناك على مستوى عالي جدا اقدر انظم فيه بطوله عالم هو يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا قلنا استاد القاهره على اساس نبقى في نص البلد ثانيا حتى وقتنا هذا المدينه لم تسلم لان طبعا هو تقريبا في المراحل النهائيه وطبعا في خامه رئيس الجمهوريه هو هيفتتحها فبالتالي احنا كنا نامل ان احنا نتعامل هناك انما انا بقول احنا عندنا منشآت رياضيه تنافس اي دوله في العالم ان احنا فعلا نستضيف دوره اولمبيه بس هي الثقافه
الشعب تتغير شويه. الله عليك والله العظيم. يعني خليني اقول على حضرتك على حاجه يا كابتن سامح، بجد النقطه دي مهمه جدا وفي غايه الاهميه، ومش اي حد بيلتفت ليها. ما انا ممكن انظم حاجه على اعلى مستوى، يجي الناس بقى عندي يلاقوا اوحش معامله. فيعني ممكن واحد يخرب لك الدنيا، شخص واحد بس التصرف غير مسؤول يخرب لك الدنيا. قلت من شويه انا متابعك في مصر في النادي الاهلي، ما فيش حاجه مرميه على الارض خالص. هي دي ثقافه الشعب. لو احنا فعلا كلنا حبينا بلدنا وقلنا ان احنا هنستضيف من اول استقبال المطار لسواقين التاكسي للاوتيل لكل حاجه في البلد، لا احنا عندنا فعلا مقاومات نستضيف اي حاجه عالميه. بينك هي ما ينفعش تتساب اكتر من كده لاهواء المواطنين بالزبط. يعني لازم يبقى في قوانين رادعه تمنع ان بالزبط. اي واحد يضيع مجهود دوله كامل، مجهود دوله، مجهود بتقوم بيه دوله فعلا. كامله عشان تنعش مصدر اساسي ورئيسي للدخل عندها. فتلاقي واحد عارف انت اللي هما كان زمان بيسموها الخرتيه، الناس اللي بيصطادوا اي خد يا خواجه، واللي عارف الصيغه دي بالزبط. دي حاجه منفره جدا للاجانب. حضرتك يمكن من الفتره الاخيره من شهرين اتحاد السباحه نظم بطوله فوق الرائعه في الغردقه في سوما بي عشان يقول للناس احنا عندنا مكان جميل. اتحاد السلاح بينظم النهارده الخماسي الحميد الحديث بينظم في اسكندريه في جوه الاكاديميه العربيه في ملاعب الاكاديميه بطوله عالم ايضا. يبقى اذا احنا عندنا اتحادات كده فرديه بتعمل بطولات، ليه ما نعملش حاجه مجمعه؟ لا نقدر ننظم اكتر من بطوله واكتر من دوره اولمبيه باذن الله. نتمنى يكون ده قريب، يعني مش بعيد قوي عشان نلحق بس نحضر باذن الله. هي دي الجمهوريه الجديده اللي باذن الله هيبقى فيها اكتر من حدث رياضي في مصر. بالنسبه بقى حاجه انا دايما عايز اسال عنها، السباحه من الرياضات المشهوره جدا، ودايما اي حد مخلف اي حاجه اي اول فكره نلعبه سباحه. يعني دي الرياضه اللي دايما الاهالي بيبقوا عايزين ولادهم يمارسوها. طيب اولا ليه السبب ده؟ طبعا واقع خبره حضرتك. تاني حاجه ايه المقومات المفروض تبقى عند الطفل عشان ابتدي اركز؟ طب ابني ده ادخله سباحه ولا لا؟ تالت حاجه يعني بنسبه او برسنتج قد ايه انتوا بتختاروا بعد كده اللي يكمل بقى على المستوى الاحترافي؟ لو قلنا السباحه مهمه جدا، احنا بنقوله يعني السن الصغير اسهل من السن الكبير. كل الناس بتتجه للرياضات اللي هي بتنمي الجسم بتاع الولد. جمباز اكثر يعني. جمباز وسباحه. انا ولادي بداوا بجمباز وبعدين دخلوا السباحه وكانوا يعني برضو ابطال وصلوا بالعافيه في حاله حضرتك طبعا. الاسره كلها سباحين يعني هيفلتوا منكم ازاي دول؟ لا هم طبعا لا يعني يمكن السباحه كلنا بنحب السباحه زي ما حضرتك قلت برضو طبعا. يمكن احنا عشان سكندريين برضو يمكن الرياضات المائيه بالنسبه لنا بتشدنا، انما السباحه فعلا كل عضله في الجسم بتتحرك. حضرتك لو الانسان بيجري افقي كده، واي لعبه بتمارس افقي، السباحه بتمارس راسي كده ويبقى عايم يبقى عايم على 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 وش الميه، كل عضله هو عايم بتتحرك. حتى في اعاده التاهيل والعلاج الطبيعي اساسي السباحه. الميه مهمه جدا. عايز اقول برضو لو بنتكلم بقى على ان احنا بلد ساحليه، عندنا البحر المتوسط وعندنا البحر الاحمر وعندنا بحيرات وعندنا مسطحات مائيه كتير جدا. طب وليه بقى يعني ما نقولش ان احنا محو أمية السباحة؟ ده مهم جدا. حلو حلو المصطلح. يعني ليه حضرتك ليه أسرة تروح تصيف وترجع ناقصين واحد؟ هو ده اللي احنا بنقوله. احنا كاتحاد مصري للغوص والإنقاذ احنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة مصر بالغرق، على فكرة حاجة جميلة جدا، ومعالي الوزير دكتور أشرف صبحي هو رئيس اللجنة العليا للمبادرة. ودي بقى أنا عايز أقول هي فعلا ثقافة شعب، لأن احنا السباحة مهمة جدا في السن الصغير. ويمكن المبادرة محاورها المحور في المدارس الابتدائي في حصة الألعاب اللي احنا كلنا كنا بنقول عليها حصة الألعاب. لازم يبقى فيه حصة سباحة حتى مرة في الشهر. هتعملوا أي تغيير في الإطار ده؟ يعني هل في خطة ضمن أجندتكم مثلا حضرتك للوصول لقاعدة نشأ منتشرين في كل المدارس؟ خصوصا الإمكانيات مش سهلة إن كل المدارس يبقى فيها بيسين. يعني هو مش موضوع بقى المدارس، أقول المحافظة. كل المحافظات فيها حمامات سباحه، سواء في استاد سواء في نادي. ده دور وزاره التربيه والتعليم ومبادره مصر بلا غرقه كلجنه عليا فيها سبع وزارات موجوده معانا، معالي الوزير هو رئيس اللجنه وممثله من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره السياحه والتعليم العالي والتربيه والتعليم ووزاره السياحه وزارات سبع وزارات. كل الوزارات معنيه بهذا الموضوع، لان فعلا في توجه رئاسي. وعارف حضرتك يعني فخامه رئيس الجمهوريه اهم حاجه عنده المواطن وصحه المواطن وامن المواطن. فبالتالي ان احنا قلنا مصر بلا غرقه، لان اعداد الغرقه بقى زادت جدا جدا خلال السنوات الماضيه. لازم كلنا نفكر طب نعمل ايه. ويمكن حادث شاطئ النخيل كلنا سمعنا عليها، ان اسره كامله 11 واحد راحوا في ليله نزلوا الفجر وما كانش في وعي وما كانش في اي ارشادات.
فبالتالي المبادره مهمه جدا، وتكاتف الوزارات وموجوده معانا زي ما حضرتك قلتي. طب هنعمل ايه؟ مش شرط يبقى المدرسه فيها حمام سباحه، انما ممكن المحافظه فيها حمام سباحه، يطلعوا باوتوبيس يروحوا حمام السباحه مره في الشهر، مش هتتعب. انما انا بقول مش بعلم بطل، مش بخرج سباح، انا بقول انه يعرف يقف في الميه، اللي زي ما بيقولوا ان هو يقف كلابي زي ما بنقول كده، يعرف يعوم. انا بعمل محو اميه السباحه، بالتالي هو حاجه متبنيها معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وهتظهر فعلا نتائجها خلال الاعوام القادمه باذن الله. جميل. انتوا عموما يعني الفتره دي بتجهزوا لايه؟ يعني ايه البطولات اللي هتشاركوا فيها؟ احنا عندنا الجمعه اللي جايه والسبت 14 و15 تصفيات اختيار منتخب بطوله العالم للسباحه بالزعانف لمسافات طويله في صربيا، في دوله صربيا. البطوله طبعا للناشئين وللكبار والاساتذه، واحنا اخر بطوله العام الماضي لسه قايل لحضرتك احنا راجعين ب 16 ميداليه. ما ينفعش نقل، ما ينفعش لان احنا بقينا مصنفين من احسن 3 دول على مستوى العالم في السباحه بالزعانف. فبالتالي الموضوع بالنسبه لي انا بياخد تحدي شويه، لان بنعمل التصفيات ثم بنعمل معسكر مغلق في الاسكندريه، البطوله في شهر 9، فان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه. في شهر 9 ايضا في دوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه، مصر طالعه الدوره، اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب طالعين ببعثه كامله، والسباحه بالزعانف موجوده ضمن منافسات الدوره. فاحنا هم مع مش لعبه اولمبيه، انما مسافرين مع اللجنه الاولمبيه في احدى الدورات الكبيره، وان شاء الله بنوعد يمكن في اخر دوره العاب بحر المتوسط كانت في باسكارا في ايطاليا، احنا تقريبا جايبين 7 ميداليات ورصيد مصر كان 11 ميداليه. جميلة. فانا ان شاء الله باذن الله السباحه بالزعانف هيكون لها دور ونصيب انها نعلي من رصيد مصر من الميداليات في هذه الدوره باذن الله. يعني هو الوقت بيجري كابتن سامح، بس خلينا نطمن برضو من حضرتك في الدقيقه الاخيره دي عن فكره هنا برضو يعني كبار السن، لان احنا دايما بنبص للبيز او ده وده صح، انا لما عايز اطور حاجه لازم ابدا من النشء، بس كبار السن برضو حصل الفتره الاخيره، يمكن انا فاكره من سنه كان في كذا حادث لكبار السن برضو احداث غرق، فهل دول بقى هيبقى يعني هيشملهم برضو الخطه، هتشملهم الخطه، ولا احنا بنتكلم ان كبار السن احنا مش هنعرف نساعدهم في أبداً حاجه؟ يعني ابدا. ده جميل جدا. انا بشكرك على السؤال ده طبعا، لان احنا يمكن اتحاد البطولة العالم اللي كانت موجودة في استاد القاهرة من 19 ل 25 كان بيعقبها يومين بطولة عالم للأساتذة. الأساتذة حضرتك من 30 34 سنة 35 39 كده كبار سن، حرام عليك. احنا كان عندنا 80 سنة حضرتك. هستأذنك اروح 35 سنة اتدفت بسرعة وارجع. لا لا لا، كان عندنا، انا بقول المراحل السنية وبينك كبار سن يا كريم الله يرحمنا. المراحل السنيه للاساتذه عفوا طبعا، يمكن انا عايز اقول بدايه من 30 الى غايه 85 سنه. انا كان عندي ابطال كده ظبطت الجمله. انت بعيد عن صعبت عليها نفسها جدا، عايز اقول لك حسيت ان العمر جري بيها. حضرتك بعيد عن التصنيف ده اصلا، انما هو بقول انا بقول يعني التصنيف بتاع الاساتذه، بطوله الاساتذه من 30 الى 80 سنه، وكان في استاد القاهره بطوله العالم كان موجود ابطال من مصر، المهندس احمد حماده رئيس نادي سبورتنج السابق نزل البطوله وطلع الاول على العالم في بطوله العالم. وعايز اقول البطوله العالم اللي كانت في استاد القاهره ناشئين واساتذه، الاساتذه مصر ونادي الصيد بالتحديد حصل على لقب بطل العالم، لان هم حصلوا لاكبر عدد من الميداليات. يبقى اذا كبار السن بالنسبه لنا، حضرتك مش حضرتك طبعا، يعني كبار السن ليهم دور عندنا وليهم حظ في مسابقات السباحه بالذات. احنا بنتكلم في النهايه عن اتحاد مصري للغوص والانقاذ، تعالي نقف شويه بعد اذن حضرتك عند تفصيله الانقاذ. تمام. هل في برضه اليه ما او خطه ما بموجبها بيتم الاستفاده من ابطالنا في الانقاذ تحديدا عشان نمنع وجود غرقة في الشواطئ المصريه بعد كده؟ هل في تنسيق ما بين جهات ما وبينكم عشان ده يتحقق للاستفاده من هذه الخبرات يعني؟ على فكره الانقاذ ده له بطولات عالم. انا دي بقى اول مره اعرفها. له بطولات عالم، عايز اقول لحضرتك اكبر اتحاد، عايزين نقول بس ان احنا اتحاد مصري للغوص والانقاذ. دول اتحادين دوليين، الاتحاد الدولي للغوص ده اللي هو السباحه بالزعانف مقره في ايطاليا، والاتحاد الدولي للانقاذ مقره في بلجيكا. ده اتحاد وده اتحاد. بس احنا عندنا الاثنين مجمعين، احنا في مصر الاثنين مجمعين والحمد لله احنا مغطيين الاثنين. وانا برضو اتشرف ان انا رئيس الاتحاد العربي للغوص والانقاذ. انما مسابقات الانقاذ اكبر اتحاد في العالم، اعداد مشاركين بيشاركوا في بطولات العالم. بطولات العالم للانقاذ بيشارك فيها اكتر من 4000
لاعب ولاعبه. جميل. لانها بتجمع المهارات اللي بتتوافر في اللايف جارد اللي موجود على الشاطئ او على حمام السباحه، المهارات اللي موجوده عنده مطوره على هيئه مسابقات. بمعنى اللايف جارد او المنقذ لازم بيعرف يعوم في مسابقات في حمام السباحه وفي البحر. اللايف جارد لازم يبقى عنده رشاقه وجري في مسابقات على الرمله، البيتش سبرنت 90 متر جري على الرمله. ليه اللايف جاردز دول اللي هم مش بينتموا لانديه ومش بيمارسوها بشكل احترافي؟ في لايف جارد وفي في انديه. احنا لما بنيجي نعمل منتخب مصر بنعمل بطوله برضو تصفيات لايف جارد، اهلا وسهلا يجي سباح، يجي لعيب العاب قوه يجي، لان انا عندي مسابقات بتقام في الجري على الرمله. اللايف جارد بحرك لازم يركب بورد. أيوة. لازم يعرف يركب جيت سكي. في مسابقات كتيره جدا للانقاذ. الانقاذ من اجمل الرياضات اللي بتمارس على وجه الارض لانها رساله. عندي سؤال كابتن سامح، هل حصل قبل كده ان اي منقذ غرق او حصلت له مشكله؟ منقذ غرق صعب، لان المنقذ لازم يكون بيمارس السباحه الا لا قدر الله لو حاجه برضه في شواطئ. انا هنا مش بنتكلم بقى عن البطولات والمسابقات، بنتكلم على صعيد الشواطئ المصريه. تمام. في بعض الشواطئ اللي هي متواضعه الحال ممكن تلاقي حد عادي جدا ما بيعرفش يعوم وقاعد على كرسي. زي احداث القرش الاخيره، مش منقذ. ايه ده؟ مش منقذ. معظم الشواطئ في مصر زي مراقب يعني. ما انتوا داخلين في حته مهمه جدا بالنسبه لي. عايز اقول الانقاذ في مصر ملهوش اهليه، ملهوش اهل، مش اتحاد الغوص. ما ينفعش اتحاد الغوص ملوش صاحب. حاليا الانقاذ في مصر ملوش صح. يعني ده غلط حضرتك. انا يمكن احنا مقدمين مذكره لمعالي الوزير واترفعت لمجلس الوزراء ان لازم يبقى في حاجه اسمها الهيئه العامه للانقاذ، زي الهيئه العامه للاستعلامات وزي الهيئه العامه للكتاب. ومهمه جدا وليه كود معين ولو حضرتك صلاحيات ولو ضبطيه، لان النهارده معظم الشواطئ في جمهوريه مصر العربيه شغاله بمنقذين غير مؤهلين. مين بقى اللي فتش عليهم؟ انا مش ما عنديش صلاحيه بهذا الكلام. معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اداني الصلاحيه كاتحاد ان انا في الانديه ومراكز الشباب ان احنا كاتحاد توصل. انا بقول بالانديه ومراكز الشباب يعني معالي الوزير اداني. كويس. معنى كده انتوا هيبقى لكم قول في هذا الاطار بقى. انا بقول على احنا معانا وزير جميل بيهتم ببيته كوزاره الشباب والرياضه. يمكن هو مش قادر على ان هو يدينا الصلاحيات في وزاره السياحه او في الوزاره التنميه المحليه كشواطئ تبع المحافظات، انما قال هبدا ببيتي وزاره الشباب والرياضه. وبالفعل الاتحاد حاليا بيمر على الانديه ومراكز الشباب في كل مصر. وهيبقى عندنا مرور على النادي الاهلي على فكره، وطبعا عارف ان هو منظومه متكامله، بس احنا بنقضي الشغل بتاعنا، لان فعلا شواطئ كتيره جدا في مصر موجود فيها منقذين لا يفقهوا شيئا عن الانقاذ ومهاره الانقاذ ومهاره السباحه. ده حاجة صعبة جدا للأسف. يعني ما عشان كده انا بقول لحضرتك ممكن منقذ او محسوب ان منقذ يغرق ويغرق الناس معاه. يعني ما هو بينزل ينقذ طالما ما هو ما عندوش المهارة. اللي حضرتك اللي بيغرق ده مش بيقولوا بيتشبث في الشاية. حضرتك لو واحد بيغرق لازم من ظهره. برافو عليك. له طريقة انه يخش عليه هياخدنا وينزل معاه ويتعامل مع الغريق بعنف. يعني حضرتك بتوصل في بعض ان هو ممكن يضربه عشان يبقى يخوفه عشان ما يمسكش فيه عشان يستجيب وينزل بيه يعني. القاع، لان اللي بيغرق بيغرق فعنده استعداد يتشبث في اي حاجه. هل ممكن تعمله ودي يعني ايه كخدمه من الاتحاد للمواطنين مالهاش علاقه بقى بالمسابقات ولا يعني فكره ان يبقى فيه مثلا، هي مجرد فكره مرتجله ممكن تبقى غير قابله للتنفيذ بس بتهيألي ممكن تبقى مفيده، فكره ان يبقى فيه عندكم فيديوهات صغيره مختصره بتنشط على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدايه موسم الاجازات الصيفيه يعني برضو ايه فيها شويه تيبس كده للناس. بالظبط كده. تعملوا ايه في حاله كذا لو انت بتصيف في المكان لقيت ان في حد شكيت انه ممكن يبقى تعبان وعلى وشك انه يغرق تتصرف ازاي؟ حاجات ارشاديه من النوع ده. انا اول مره اجي برنامج واتسال في الاسئله ديت. اسئله جميله جدا. يا فندم غير يا فندم ده برنامج عالمي جدا على فكره. على فكره احنا عاملين حاجه اسمها الكود المصري للانقاذ. بس كلمة حضرتك بتتكلم في حاجة موجودة بالفعل. الكود المصري كل ما متعلق بالإنقاذ موجود في كود مصري معمول بالعربي والإنجليزي والفرنساوي. دول في أفريقيا بتطبق الكود المصري للإنقاذ موجود. بس حضرتك أنا كاتحاد رياضي ما عنديش الصلاحية إن أنا أوديه لوزارة السياحة، ما عنديش الصلاحية إن أنا أوديه لوزارة التنمية. بس أنت عندك صلاحية تعرضه على منصاتك. حضرتك ده اللي حاصل موجود على صفحة الاتحاد وموجود في كل الأندية ومراكز الشباب.
ده الموجود حاليا اللي احنا المواد الفيلميه اللي من النوع ده بتتشير بشكل لا ارادي للناس كتير بشكل طبيعي. احنا كلنا يعني فاكرين المسلسل باي ووتش اكيد كلنا فاكرينه قد ايه عرفنا وحببنا في الانقاذ، هو ده اللي احنا بنسعى له. ده الواحد بيتمنى يغرق عشان هو حاليا كنت اموت واغرق في الفتره دي يا فندم. هو زي المنقذ العالمي اللي هو كان موجود في البي ووتش، الشورت الاحمر والتيشيرت الاصفر. هو فعلا الحلقه فرطت مننا، الفقره فرطت، مفيش فلتر. بس في مصر مش هتلاقي النوعيه دي على فكره. اتفضل يا فندم. فبالتالي اللي كنا بنشوفه زمان احنا بنطبقه، بنطبقه مع باحترافيه بعلم، لان طبعا الموضوع اتغير خالص. ان شاء الله باذن الله المذكره اللي احنا بنقول بنامل انها تمشي في مجلس الوزراء، وانا عارف ان الدكتور مصطفى مدبولي حريص على اللي هو يطبق معايير الامن والامان والسلامه على كل الشواطئ المصريه. انا بقول ان مصر هتبقى بلا غرق ان شاء الله خلال اكتر اقل من سنتين. والقرش بقى وضعه ايه؟ ده اخر سؤال بقى. بص عليك القرش ده قرش وسونه وجيلي فيش والعمليه حلوت في البحر. موضوع بصله لا يخلو يعني. هو ده، هو ما هواش حاجه، احنا بنتكلم على البيئه، البحر هو اصلا بتاعهم، احنا متطفلين على المكان بتاعهم. ايه اللي جابكم هنا بالظبط؟ وبعدين قالوا القرش اللي هو بعد التحليل صدق حضرتك اجابه يعني نموذجيه، هو البحر بتاعهم فعلا. هو احنا ايه اللي جابنا عندهم؟ بس هو الحاله الفرديه للقرش اللي حصل ده طبعا كل الناس درستها، ويمكن المعامل درستها. كان في، هي كانت في حاله هياج، كان في فتره ولاده، وكان على فكره لقوا فيها جرح كمان، كانت مجروحه. فبالتالي الموضوع كان صعب. وما احنا بنقول احنا ما كل سنه بتحصل، بتحصل في استراليا، بتحصل في امريكا، بس احنا بنقول برضو لو في لايف جارد، لو في برج انقاذ، برج على الشط وقاعد عليه منقذ فوق، كان شاف طبعًا. لو في ادوات صح. اداه انقاذ سريعه جنب تحت زي استراليا وامريكا، جيت سكي ينزل جري لو لقى يحذر. ده الراجل كان بيتاكل والناس ده اللي موجود في الكود المصري للانقاذ، احنا حاطين كل الكلام ده. جميل. وان شاء الله باذن الله. انا بشكركم جدا على ده، احنا اللي بنشكر حضرتك، نورتنا. الله يخليك، نورتنا يا كابتن سامح والله. شكرا. ومزيد من التوفيق ان شاء الله، ويطبق الكلام حضرتك بتقوله ده، نتمنى اكيد يعني مصر اكيد تستحق. هنروح فاصل ونرجع نكمل. اتفضلوا.